إلى اللقاء. إلى اللقاء. هيا رامح، هيا بنا نذهب إلى البيت. هيا. حسنا، أنت قدم من الناحيتين. حسنا رامح، سأساندك. أعطني تمريرة من الوسط. هيا رابح. حسنا. أخطأت التسديد. ركلة عالية. ركلة موفقة، ما أقواها. لا. هاي أيها الأولاد الأشقياء، أنا آسف. خرج علينا حارس مرمى مخيف. انتهى اللعب رابح، إلى اللقاء. أراك غدا رابح، إلى اللقاء. حسنا، إلى اللقاء. لو عدت إلى ذلك لن أسامحك. أنا آسف. كيف حالك رابح؟ الحمد لله، شكرا. رابح، هل ستبقى في مقاعد المتفرجين؟ ابذل جهدك، خذ. شكرا. هاي توتو. يا إلهي، ذلك الكلب بدون عاطفة، فهو لا يعود إلا إذا جاع. ماريا، لقد عدت. أهلا بك يا رابح، طعامك جاهز، هيا أسرع. أحسنت. اسمع رابح، أنا هداف فريق سان بوديستا للناشئين، هل فهمت؟ مهمتك أن تقذف لي بالكرة فقط. جئت من بلاد المغرب لتلهو فقط، أقول لك ألا تسبب المشاكل. جوليان، لا تنزعج من ذلك يا رابح. أعرف، شكرا ماريو. حسنا، أنا مساعد. لقد فوجئت بوجودك هنا أيها الطبيب. ما الأخبار؟ هل من أبطال كرة جدد؟ حتى في أوروبا اشتهر فريق سان بوديستا على أنه فريق محترف، وفي فريق ناشئين كهذا سيفكر الناشئون بمستقبلهم الكروي، وهناك احتمال قوي جدا أن يصبحوا نخبة فرق الكرة الإيطالية، ومن المستبعد ألا تلفت هذه الأشياء انتباههم وتحفزهم. وحتى في هذا الفريق فإن جوليان وماريو ينقصهما شيء ما. هل تفكر بلاعب معين أيها الطبيب؟ هناك شخص. هكذا. ذلك الفتى؟ السنة الماضية لم يكن حتى عضوا في الفريق. إذن أنت هنا أيها الطبيب كما توقعت. المرضى ينتظرونك في العيادة وهم منزعجون جدا لهذه الحالة. متأسف، سأذهب حالا. أيها الطبيب، الفتيان ذو المهارات الكروية العالية كثيرون في إيطاليا،
لكنها المرة الأولى التي أرى فيها فتى يلعب بهذا الشكل الرائع. إنه مذهل فعلا. لابد من مساعدته على أن يبدأ. أيها الطبيب، أنت تهتم لأمره كثيرا. أعرف أن العرب يجيدون الفروسية أكثر مما يجيدون لعب الكرة. ها؟ لعلك على حق. ليس مهما أيها الطبيب، أسرع. إذا ذهب المرضى فسوف تغلق العيادة، ولا تقل إني لم أحذرك أبدا. حسنا، فهمت. أظن أن اسم ذلك الفتى رابح. رابح! علمنا كرة القدم. قد ألعب مع فريق سان بوديستا للناشئين السنة المقبلة، إذن سنلعب معا يا رابح. رابح، ما الأمر؟ لا شيء، الأسبوع المقبل ستأتي عمتي من بلدي لتأخذني معها. ماذا؟ ستعود إلى الوطن؟ ولكنك جئت إلى إيطاليا للتدرب على كرة القدم، صح؟ صحيح، كان والدي يعمل هنا منذ مدة طويلة، وكانت إيطاليا بلده المفضل. ولما قلت لوالدي إنني أريد أن أتدرب على الكرة هنا لم يمانع في ذلك. هذه الأيام عمتي هي التي تتخذ القرارات وأنا مجبر على إطاعتها. ومن المؤسف أنني لا أجد طريقة للبقاء هنا. أحب لعبة كرة القدم، إنه حلمي. يجب أولا أن نساعده ليبدأ، وفي المستقبل بالتأكيد. لا أريد أن أعود إلى بلدي، أنا أحب الجميع هنا في جنوة. أريد أن أبقى هنا وأتعلم الكرة معكم. أنت محق يا رابح. ستبقى هنا في إيطاليا وتكمل تدريبك على الكرة. من أنت يا سيدي؟ لقد حلمت بالشيء نفسه. إنك تفكر كالرجال، سأتكفل بهذا الأمر. هذا الرجل قال أشياء مشجعة. يا إلهي، ماذا سيحصل؟ ما رأيك أيها الطبيب؟ هل ستساعدني على إقناع عمتي رابح لجعله أحد أشهر اللاعبين؟ لا أحد يستطيع ذلك سواك. هل أصابك شيء سيدي؟ روبسون طبيب ولا خبرة له بالكرة، أنا ألعب الكرة أفضل منه بكثير بكثير، صحيح؟ أرجوك أيتها الشابة أصمتي. أنا لا أتحدث الآن مع الطبيب روبسون الذي تعرفينه، بل مع من كان يوما الهداف المبدع لفريق الفهود الإنجليزي. ماذا؟ حسنا، لا تؤذي نفسك حتى لا تقلق والدتك عليك. لن أكف عنك اليوم إلا إذا أعطيتني الجواب الذي أطلبه أيها الطبيب روبسون. هذه عيادة، أرجوك بلا ضجيج. لماذا تفعل ذلك؟ أنت أول من أبدى اهتماما برابح، والآن كنت قد قررت أن أنسى كرة القدم نهائيا. أجل، أعرف، فقبل أن تصل إلى مرتبة البطولة وبدون أي عقبات اختفيت من عالم الكرة دون أي أثر، وأنت الهداف الأول.
لا أعرف صعوبة ظروفك في ذلك الوقت، ولكن تأثيرك مهم جدا لإبقاء رابح هنا في إيطاليا، أو لعلك تخليت عن الكرة نهائيا. لم تتخلى عن الكرة نهائيا، فقد سمعت أنك كنت لاعبا مشهورا، وأفهم ما يعنيه ذلك. أنا أيها الطبيب، حين تشاهد رابح وهو يلعب تتمعن فيه كما لا تتمعن في أي لاعب آخر. ربما تخليت عن الكرة، ولكنك منذ شاهدت رابح يلعب تجدد حماسك لهذه اللعبة. أيها الطبيب، لقد شبعت، ولكن بهذه السرعة. إذن ستأتي عمتك غدا لتأخذك معها يا رابح؟ أنا سعيد جدا لأن عمتي تهتم بي كثيرا، ولكنني مريضة. وأنا أيضا لا أريدك أن تفارقنا، ولكن لا تحزن، سأطلب من الله أن تبقى في هذه المدينة حتى تحترف الكرة. مرحبا عمتي. عمتي كيف حالك؟ مرحبا سيدتي، أهلا بك في جنوة. السيد برتيني، من هو هذا الرجل يا رابح؟ إنه السيد برتيني عمتي. آسف سيدتي، كان حري بي أن أعرف بنفسي، لكن حبي الشديد لكرة القدم أنساني جميع أنواع اللياقة. تفضلي بالدخول. أريد أن أتحدث حديثا مهما مع السيدة، انتظرني في الخارج يا رابح. أوه، يؤسفني أن المكان غير مرتب. خلال خبرتي المهنية عرفت أولادا كثيرين يلعبون الكرة، ولكن لم أشاهد أحدا لديه براعة رابح أو مهارته. موهبته ستتفتح ليس في أوروبا فقط، بل في العالم. هل تفهمين ما أعنيه سيدتي؟ كلامي واضح؟ أجل، فأنت الوحيد الذي يعتقد أن رابح لا يجب أن يعود إلى بلده، إنك تضره. أضره؟ أنا أضره؟ أجل، فمذ رأيتك عرفت أنه لا يمكن الوثوق بك، ولا مجال لأن أأتمنك على رابح، ولا سيما وأنت على هذه الحال. سأعود برابح إلى بلدنا ولا تناقشني. لقد جاوزت حدودك سيدتي. هذه هي الحقيقة سيدي. أولا، هل تظن أنني أتحمل مسؤوليتي فعلا لو تركت هذا الصبي بمفرده ليتعلم الكرة؟ عمتي، عمتي، أنا لست وحيدا هنا. لكن رابح، ما دامت هذه الكرة معي سيصبح الجميع أصدقائي. من الصعب أن أشرح لك بالكلام، لكن وحتى بدون الكرة لو رجعت إلى البلد لأصبح لك أصدقاء كثيرون. سيدتي، لقد جاء والدا رابح لزيارتي منذ سنة ونصف، مذ كان طفلا صغيرا ورابح يلعب دائما بكرة القدم، وبفضلها كسب رابح الأصدقاء دائما، ولا أستطيع أن أتصور رابح دون أن يلعب الكرة. موهبة رائعة تلك التي منحها الله له، هذا ما أخبرني إياه والداه، وهذه رغبتهما تجاه رابح. أجل ماريا محقة. أجل، من الضروري أن يلعب رابح الكرة أكثر من غيره، هل تفهمين ما أعنيه سيدتي؟ واجب أن أرعى رابح بالنيابة عن والديه، فهمت؟ لا أريد أن أسمع كلاما آخر، هيا بنا لنذهب. عمتي انتظري لحظة. أضعنا الوقت الكافي، سأعود لآخذ الحقائب. ولكن عمتي. انتظري لحظة، انتظريني يا سيدتي، اسمعيني. بسرعة أيها الطبيب لنصل في الوقت المناسب. روبسون، كنا نريد أن نأتي قبل ذلك، ولكن تأخرنا لسبب طارئ. الحمد لله، ما دام الطبيب هنا فكأن 100 رجل هنا. دعني أعرفك عليه يا رابح، إنه ألبرتو روبسون الذي كان الهداف الأول لفريق الفهود، فهود إنجلترا.
قرأت عنه في كتاب عن الكرة، إنه فعلا هداف مبدع. رابح، لقد وافق الطبيب أن يكون مدربك الخاص ومستعد للتضحية بوقته. حقا سيد روبسون؟ أيا تكن لا تتدخل، ليس من حقك. هيا رابح. عمتي انتظري لحظة. رابح كلكم هنا؟ رابح لا تتركنا. إذا أنت ذاهب؟ لا رابح لا أصدق. إذا أنت ذاهب لا تذهب، نحن نحبك. ألا من طريقة لمنعهم أيها الطبيب؟ لا أعتقد، لا أظن أننا نستطيع أن نفعل أكثر من ذلك. لا، النجدة النجدة. انتبهوا. يا إلهي، من سينجد ذلك الطفل؟ رابح. قد أصابها. رائع رائع. لا، ما أبرع ذلك الصبي. لا أصدق لا أصدق. العمر يستطيع أن يسدد الكرة بهذه القوة. صحيح، فوراء هذه الركلة قوة لا تصدق. بركلة كهذه يمكن تحقيق أحلام وآمال الناس، ورابح يتمتع بالقدرة الكامنة لتحقيق آمال الناس كما أثبت منذ قليل أمامك يا سيدتي. هل تسمحين لي يا سيدتي برعاية رابح؟ لن ننسى جميلك. شكرا لك. عمتي أرجوك، هل تسمحين لي بأن أواصل تدربي على الكرة في إيطاليا؟ أجل، هذا ما كان يتمناه والدك. مستحيل أن نجعلك تترك كرة القدم أبداً. كان والدك يريد أن يقرب بين مستوى الكرة العربية وبقية العالم، لهذا عمل دبلوماسياً. تستطيع أن تحقق حلم أبيك يا رابح، تستطيع ذلك. يستطيع رابح ذلك، وأنا السيد بيرتيني سأقف معه دائماً. سأعود لأطمئن عليك رابح، لا أظن أن الأمر سيكون سهلا، انتبه لنفسك. حسنا شكرا. لا تخافي على رابح يا سيدتي. شكرا لك سيدي. انتبه لنفسك يا صغيري، لا تطيلي غيابك عني. إلى اللقاء. وداعا وداعا عمتي، اتصلي بي. إلى اللقاء إلى اللقاء. نجحنا نجحنا يا رابح، نجحنا. أنا الذي اكتشفت صبيا رائعا سأقدمه للآخرين في النادي وسنصبح أغنياء. وبما أنني رأيتك أريدك أن تحقق حلمك. سيد بيرتيني. حسنا، أريد منك أن تحقق حلمك، وكما قلت لك من قبل، يوما ما ستلعب بكرة القدم مع كل أصدقائك من جميع أنحاء العالم، ولن تستخدم أسلوب اللعب ذاته الذي يستخدمه أصدقاؤك لأي بلد انتموا. سوف تصبح الهداف الأول. الهداف الأول؟ ولكن ليس من السهل عليك أن تحقق أمنيتك يا رابح، فأولا يجب أن تكون تحت إشرافي. أجل طبعا أيها المدرب، طبعا سأعمل جاهدا. أنا أيضا أحب كرة القدم، أظن أننا سنتفق. اسمي أنا.
سأساعدك لتصير بطلا. شكرا لك آنستي، سأحقق هدفي. حسنا.